مرحبا لكل عم تابعنا بشفافية مع تمام، مستمر معكم مع ضيفة جميلة من جميلات تونس، فنانة من مصر قدرت تثبت نفسها بالدراما المصرية وبالسينما المصرية وتنتشر عبر الوطن العربي. ساندي علي، أهلا وسهلا فيك. ازيك يا حبيبي، ثانك يو على الكلام الحلو. بقالنا كم سنة ما تقابلناش؟ أنا مشتاق لك كثير. يس، وأنا كمان. أول ما قالت لي بدي أشوفك قلت لها تعالي على اللقاء فورا. مسيو، مش هتناوي تيجي عندنا مصر؟ خلاص أكيد رح أزور مصر. يا ريت. يعني بالصيف. هنشوف. أنا عندك بمصر، رح تاخذيني على الساحل. على الساحل. خلص. ساندي، نحن بنعرف إنه أنت خلصتي مسلسل من فترة هلا عم ينعرض. وعندك عم تجهزي لمسلسل ثاني، خلينا نحكي يعني شوي شوي. خلصنا مسلسل الحريم مخملي. مسلسل حلو جدا، يعني بتدور احداثه الثمانينات والسبعينات. اول مره اعمل مسلسل قديم كده شويه، عشان احنا دايما بنحن للزمن ده. حلوه الاجواء. يس، ما انا بقول لك بنحن الاجواء دي اللي هي ايام الثمانينات والتسعينات والسبعينات والستينات، كل دول حلوين. واللبس اللي لون والشعر والمكياج. فهي المسلسل احداثه كلها في الفيوم، ايام الفيوم، بشوات. و هي المفروض بنت كلاسي جدا، بنت وزير، سوري انا اسفه، اخت وزير، وبتحب حد اللي هو ابن بشوات برضو اللي هو احمد بيعمل دوره، فتتجوزوا واحداث يعني وكذا. كيف الاصداء العمل هلا؟ كم حلقه صار من عرض منه؟ هم 60 بس دلوقتي تعرضوا منه 28 حلقة. كيف الأصداء عم تشوف؟ موجة حلوة، يعني أنا مستغربة إنه الناس بتتفرج، عشان هو يا حرام المسلسل اتظلم إنه هو في قناة فيو بس، مش على قناة الأرضية الفضائية اللي احنا بنتفرج عليها، فمش واخد حقه كتير، بس إنه بالنسبة إنه الناس بتتفرج عليه فده كويس. يعني بتعرفي شغله بدي اسالك، انه انت مالك ملاحظه انه هلا الاعمال اللي خارج السياق الرمضاني صارت اكثر من رمضان، خصوصا بمصر؟ يعني عم نشوف اعمال خارج السياق الرمضاني اكثر من رمضان. يس، دي حقيقه، عشان دي المسلسلات اللي ناجحه اكثر. صرتوا المسلسلات اللي هم الستينات وال45 بقوا بيعملوا يا 45 يا ستينات يا 15 15. هن يعني هلا المسلسلات اللي عم تنجح ونشوفها لها مشاهده، يا المسلسل الطويل بالستينات، يا المسلسلات ال 8 حلقات 10 حلقات عم نشوفها. بس هقول لك حاجه، هو في رمضان غير اللي بعد، انت بعد رمضان بتاخد حقه اكتر. بس ان طلعنا من سياسه رمضان، دائما كانت الاعمال كلها لرمضان، هلا من انا مبسوط انه في كثير اعمال عم تطلع يعني بعد رمضان. يعني هو حلو، انا بالنسبه لي حلو اني انا باخد يعني باخد فرصتي اني انا الناس تتفرج على المسلسل، بس حتى رمضان حلو طبعا. يعني انا بحب رمضان منافسه سنويه. بس يعني كمان حلو انه خارج رمضان انه عم ينعرض المسلسلات، مو انه ناطرين نشوف هذا المسلسل الممثل بس برمضان. لا خالص، ما بقتش الكونسبت انه احنا لا رمضان بس، لا بقوا في ناس بتشتغل بعد رمضان. ده غير انه مع الاسف يعني انا كنت من محبين جدا ورسالة النهارده محبه للسينما، ما بقاش زي زمان. يعني دلوقتي رجعنا بقينا عشان كورونا وحصل قبلها ثوره وحاجات كتير قوي، احداث كتير، فبقى التلفزيون اكتر مسلسلات. بس انا نفسي يرجعوا برضو للافلام. يعني افلام انت بتشوفي انه سينما انه نرجع كمان. قلت الافلام بمصر؟ يس، كم قلت كتير، عشان بعد الكورونا ما بقاش الناس بتروح للسينما كتير، ما بقوش يتفرجوا، ما فيش فرايتي كتير يعني في السينما. بس تعرفي شغلي، جمهور السينما بحسه خلاص بضل محافظ على حاله. لا انت تقدر ما تروحش السينما؟ لا كمان يعني سينما كلنا بنحافظ على هذا الموضوع انه يروح على السينما. يس، يعني انا عم سينما بشوف يعني في افلام جابت يعني جابت ايرادات كثير كبيره، مثل فيلم محمد هنيدي، الفنان محمد هنيدي. yes. سمعت انه يعني كسر الدنيا. ما شفتوش انا، بس انه قال انه هو حلو، انه جاب ايرادات حلوه. يعني انه الافلام عم تجيب ايرادات. لا بتجيب، انا نفسي ترجع افلام زي زمان. انا اول حاجه ابتديتها سينما، فانا عايزه ارجع للسينما. ساندي بدي اسالك هلا، انا دائما بيخطر على بالي بما انك انت من نجوم مصر، هلا الايرادات قصدهم انه قد ايه بيجيب الفيلم؟ مبالغ، هن بيعتمدوا على ايرادات بمصر؟ طبعا ده المهم. مهم الايرادات؟ طبعا مهم جدا. يعني مو انه على سبونسر او لا لا لا، فيش سبونسر مبدئيا. يعني فيش، يعني صعب تلاقي فيلم سبونسر، لا خالص. عمرهم في الافلام بيعتمدوا على سبونسر، لا يعتمدوا على المنتج انه كذا، انا عملت الفيلم برقم
100 فانا لازم ادخل 300 مثلا، فلازم كده. فلو الفيلم كسر الدنيا وعمل الضجه دي طبعا هو بالنسبه له مكسب. انت اي فيلم شفتي اخر شيء؟ اخر فيلم لا بقالي كتير ما شفتوش. بقالي كتير ما شفتوش السينما. ما عم تروحك انت مقصر لا عشان يعني انا بروح بتفرج في البيت عندي. هو نحن يعني بقى في نتفليكس دلوقتي حاجات كتير بعد ما صارت المنصات مفتوحه تقريبا انه اشتراك بسيط صرنا نتفرج على بالبيت اكثر من نروح على السينما. يعني بيقولوا لي الكورونا بعدين كانه نحن بعد الكورونا تعودنا على البيت. يا بقيت بكسل اصلا تقول احنا عمرنا ما كنا في البيت، بس احساسي اني قاعده في البيت احلى من اني انا بخرج لسه هروح سينما واطلب فشار. هو احساس حلو بس اللي هو ايناس اختي يعني بتشجعني يلا بليز خليني في البيت احسن يعني تفرجينا في عندي البيت. عندي كل الامكانيات اقدر اعمل لك اللي نفسك فيه بس نقعد في البيت. طيب سؤال، هلا انت كمان عندك عمل قلتي لي عم تجهزين للنتفليكس فينا عنه؟ برضو 60 حلقه حدوتت اربع بنات يعني هم جيران بس عايشين في كومباوند واحد. انا بحب هي القصص. يس والورق مكتوب حلو. انا حياه كل وحده فيهم وحوادثهم ومشاكلهم وبيتقابلوا الاربعه مع بعض ولما يحلوا مشاكلهم الاربعه مع بعض وكده يعني. وان شاء الله يعني حتى الناس اللي موجوده في المسلسل حلوين جدا. امتى رح يبلش التصوير؟ المفروض الشهر الجاي ديسمبر. مين النجوم اللي رح يشاركوا في العمل؟ ولا لسه ما بين؟ بلاش نقول اسامي. لا في ناس بينت بس بلاش يعني لما تكمل الاربعه. هلا بالنسبه للدراما المصريه نحن عم نشوف اخر سنين بالدراما المصريه عم تقل كثير الاعمال. يعني اول شيء كان يطلع 60 70 عمل بالسنه لمصر. صح. هلا يعني يا دوب 12 13 عمل. ما بقى اثر عليكم انتم كفنانين؟ لا اثر علينا كثير بصراحه. احنا زعلانين بس ما اعرفش ممكن هم ليهم وجهه نظر في حاجات انه بلاش يعملوا اعمال كتير ما اعرفش يعني مش والله ما انا عارفه وجهه نظرهم بس انه هما ما بقوش زي زمان. انا نفسي يرجعوا مسلسلات زي زمان تكتر وفي ناس كتير قوي مظلومه قاعده في البيت ما بتشتغلش حرام يعني انه نفسي الاعمال ترجع بس ما عنديش تعليق عليه يعني. يعني بنشوف انه في شلليه كتير كبيره ان كان بمصر بالدراما بشكل عام مو بس بمصر. يعني بتشوفي اقصى يعني في فنانين يعني نحيوا يعني ما عم نشوفهم ابدا. هذا قد ايه بياثر على الفنانه على الفنان لما بيشوف زملائه عم يشتغلوا المسلسلات عم تطلع الافلام عم تطلع وهو قاعد بالبيت؟ مش حلو يعني في ناس منهم بيكتئبوا، في ناس بتتضايق نفسيا بتكتئب، في ناس يعني بتخش في حاله وحشه جدا. بس انت في الاخر مش في ايدك يعني، المتواجد هو اللي بيبقى يعني بمعنى انك انت النهارده عندك شغل، انت موجود مع الشله الفلانيه او موجود شافوك يفتكروك. انت مش موجود في الحياه مبدئيا مش هيفتكرك. في ناس بتقول لك والله انا لا ما برميها انه والله روح ذكرون فيي انا موجود. هلا بتعرفي شغله انا بحس هذا غلط، يعني انه لازم يعني انا مريت بهي التجربه باحد شركات الانتاج انه المنتج لما بيكون عم بيوزع ادوار او المخرج بيكون الف حدا بباله. يعني الموجود انه يلا تعال. بس ده حقيقي عشان النهارده انا لو النهارده بنتج فيلم او مسلسل انا انت صاحبي وده صاحبي ودي صاحبتي بس انا ممكن وارد بنساكم بس انا بحبكم مش بمعنى ان انا نسيتكم يبقى بكرههم، لا بحبكم بس مش لابق لك الدور او مش لابق لها. بس ان وانا ممكن افتكرها وما افتكركش بس عشان شفتها او بعتت لي او شفتها منزله حاجه شغل فاهم، بس اكون شفتها بس ان وانا ما شفتهاش افتكرها لوحدي صعب. كيف بتقيمي تجربتك بسنين انه اخر ثلاث سنين انت طورت كثير حسيناكي يعني انتقلتي لليفل ثاني؟ زي ايه؟ يعني من صف لصف يعني انت صرتي من الاشخاص المعروفين بشكل بمصر. يعني اول شيء كنتي بادوار ثانويه هلا عم تاخذي ادوار بطوله. يس. اخر ثلاث سنين يعني عم نشوفك بادوار رئيسيه، عم نشوفك باعمال عم تنتشر على مستوى الوطن العربي. حكينا عن هي المرحله قديش مهمة وبنفس الوقت قديش يعني بتحطك قدام مسؤولية. بص هو أنا عموما أنا متأخرة على ده عشان أنا ظلمة نفسي إني أنا مش بهتم كتير بصراحة.
ففترة اللي فاتت يعني في اول طلعتي المفروض اني انا اهتم بشغلي اني اركز، بس انا ما كنتش بركز. وبعدين جت اني انا صادفة اني انا اتجوزت وحملت وخلفت وكده، فالظروف خدتني. بس دلوقتي ركزت، لازم اركز ولازم اقدم حاجة حلوة. فانت النهاردة طالما هم بيبقوا عندهم هي فوائد العزوبية ايه؟ فوائد العزوبية. اللي الواحد بيركز بشغله بس. يس دي حقيقة. لا فيها فوائد حاجات كتير قوي، مش دي بس يعني. هلا بنحكي عنها، يلا. في حاجات كتير. تشجع على العزوبية. فانك انت النهاردة انت مركز في الشغل، اني انا طالما ادوني الثقة وادوني اعمال او رشحوني في اعمال كويسة وعندهم ثقة فيا، فانا لازم اقدمها بطريقة حلوة. ببقى خايفة للأمانة. انا كل عمل بخشه ببقى خايفه عشان ابقى قد ثقتهم فيا، يعني قد اني انا انتوا اديتوني الفرصه دي، انا لا انا هديكوا احسن واحلى يعني. وكيف شفتي بعد يعني بعد ما ساندي صارت من الناس الموجوده بالساحه، معروفه بالساحه، كيف شفتي تقبل المخرجين لك؟ يعني انا حسيتهم صاروا يكتشفوا اكثر ساندي. لا ما انا بقول لك، هي مشكلتي انا اللي ظلمت نفسي. ما كنتش كان بيجيلي وانا بقول كنت بقول لا. هاي غير يعني. ما انا بقول لك انا كنت ظلمه نفسي كتير. انا بيجيلي كنت بقول لا، يعني انا ما بشوفش نفسي في ده. طيب شو العمل اللي اجاكي ورفضتي يعني؟ لا في كتير. وندمتي؟ ندمت؟ لا في كتير. اعطيني عمل يعني بعد ما شفتي انه ندمتي يا ريت اشتغلت فيه. هو يعني ربنا يوفقها يعني، عشان حبيبتي وصاحبتي هي طبعا الله يوفقهم وخلص انه عملوه. بالعكس احنا لما بنشوفه بيكون هو ناجح فيه، حببنا بالدور. زوجة مفروسة. لا هو ايه اللي عملته برضو صاحبتي. هو كان اول ما جاء لي انا، وكان جايبين على اساس بنت صغيرة منا اللي هي بنتي، كان المخرج اسد، الاستاذ اسد اللبناني هو اللي مرشحني، واستاذ امير شوقي المنتج. فلما جابوا لي الورق، وطبعا النجم الجميل الاستاذ اشرف اشرف عبد الباقي، وعارف انا عرفت المسلسل سيت كوم يوميات زوجة مفروسة او هيك شيء. فكان المفروض ليا، ومامتي بتكلم فرنش وانا بتكلم فرنساوي، فما اتفقناش انا وامير المنتج، اتفقناش خالص. فكان الحظ انه كويس انه هو عملته اساسا، يعني هي ممكن انا كنت عملته ما يطلعش حلو لقاء الخميسي، فهي اللي عملته هو ده. فانا زعلت اني بعدين الله كان مسلسل حلو قوي، يعني كنت اتناقشت مع امير احسن كده يعني. بس هي هي الواحد احيانا بيضيع فرص بعدين. قلت ليه يعني اني انا عملت معاه كده اللي هو خلاص، ما كنتش دققت مع امير يعني اللي هو تمام انه الورق حلو. وانا وقتها كنت مبسوطه اني انا هشتغل مع استاذ اشرف وكل حاجه، بس انه امير كان في كلام كده. خصوصا هو يمكن صار شيء 5 اجزاء كتير. اكتر من 5 كتير يعني. انا كنت على الاول حمدي على 60، بعد كده قال لي 120، قلت له ايه انا حاسه داخله المليون يعني في، فقال لي هو كده وارد تخشي على 260، وده حقيقي حصل كده. انت مع الاعمال الطويله لهالدرجه؟ اعمال الطويله لا، بس بحب الستين، بس ال 200 ولا لا كثير. نعم نشوف هلا في اعمال عم تتوصل ل 300 و400 حلقه. لا بتعرفي انا في مسلسل كثير، في مسلسل بمل. لا في طريقه حلوه، في مسلسل اذا بتذكريه ما بعرف اذا بتعرفي اسمه دالاس، مسلسل امريكي. نعم هذا انا بلشت فيه كنت عمري 8 سنين ولا 8 سنين 9 سنين كان عمري. امتى خلصته؟ كان عمري 17 سنه. ده بجد ولا بجد؟ انا ما اعرفوش يعني. هذا المسلسل ضل ينعرض. ده بجد ضل ينعرض تقريبا شيء 700-800 حلقه. بس كيف والله نفسك طويل. بس هني كيف عملوا يعني؟ بلشوا بالعائله وهني عن جد كبروا. يعني هني كبروا واجا اولادهم واجا يعني هني بحسسوك انك انت عايشه حياه طبيعيه معاهم، يعني كانه جيرانك بالبيت او كانه عايشين معاك، انه هني عم يكبروا حياه. والمخرج هو نفسه ولا بيغير؟ كله نفسه، والابطال غيروه. المخرج هو نفسه ولا يبقى المخرج ما شاء الله شاطر يعني، انه هو يخليك النهارده من 8 سنين ل 17 تتفرج على المسلسل. هو شاطر. 11 سنه العمل اسمه دالاس، لهلا بتذكره وحافظ شخصياته من كثر ما، وكان قديم يعني. يعني هني بلشوا فيه بالابيض والاسود، خلص يمكن عندهم يعني. نحن بتذكر لما شفته ما كان عم ينعرض يعني، كان معروض. هو قديم، مسلسل جدا قديم وعم ينعرض،
كان إعادة. يعني أنا مبهورة أنك أنت من 8 سنين بتتفرج. أي أنا أنا ما كنتش 8 سنين بتتفرج. الرقم أبهرني يعني. أنا وصغير مهووس بالدراما، مهووس بالتلفزيون. طب ليه ما مثلتش؟ لا تمثيل أنا ما خرج، بس أوكي. كانوا يقولوا لي شو بدك تصير. كنت أنا بحب الإعلام، يعني أنا دائما خلاص بالإعلام كنت أقعد شوف إذا بدي أشوفه هذا الفنان هيك بدي أعمل لقاء معه هيك وهيك. يعني أنا وصغير قالوا لي شو بدك تشتغل؟ إنه بدي أشتغل بالتلفزيون. يعني ما عندي ايه، ما عندي هي انه دكتور او محامي، لا لا انا من انا صغير بدي اشتغل بالتلفزيون. طيب ده حلو، بس 8 سنين بتتفرج. انا يعني ايه انا كنت تفهوي 8 سنين يا جماعه، كان برامج اطفال. لا انا كنت مسلسل. اتفهم من كده. شو اكثر شيء بتحس؟ طب سؤال معلش، هو يعني اول فيلم ليك ايه؟ اول فيلم شفته؟ اه لو انا اقول لكم اول فيلم ليه بتذكر. كنت تشوف افلام عبد الحليم، كنت حبه. لا 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 في السينما، انا بتكلم السينما. اول فيلم شفته بالسينما اسمه فيلم هندي اسمه راقص الديسكو. يا عارفاه ده، ذكري جيمي جيمي جيمي، هذا اللي بيكون بيغني على الجيتار بعدين بتهربوا. هذا اول فيلم انا بحب الافلام الهندية. اول فيلم حضرته بالسينما. واو. يعني لا حافظه. اول فيلم سينما حضرته كان اسمه راقص الديسكو. انا تايتانيك اول فيلم لي. لا انت قديت. لا هي انا ما صدقتش نفسي لما رحت سينما. هي عمرها صغير كثير. يعني انا الكبير، هي عمرها صغير. لا لا بس والله تايتانيك اول فيلم لي. ليه اول فيلم متاخره؟ ما انا مستغربه انت 8 سنين يعني. ايه انا بتذكر يعني انا راقص الديسكو يمكن كان عمري 9 او 10 سنين. ايه يعني هو طلع تقريبا بال على فكره تايتانيك قديم، فيلم قديم. عندك فكره عنده كم سنه؟ بالألفين عنده حاجة وعشرين. ليش أنا أفكره جديد؟ أنا مش فاهمك، أنت ليه محسسني تايتانيك ده 18 سنين؟ حلو، كيف كان شعورك لما شفتي؟ أما انبهرت، هو بس حتة العربية دي لقيت مامي مغطيوني عيني، بس عارف حتة العربية؟ راحت مامي عملت لي كده تشفير. يا ريت أنا بس أنا وأختي كده، اللي هو لا ما تبصوش، اللي هو في إيه إحنا مش فاهمين حاجة. بس فيلم كان رائع طبعا، تايتانيك من احلى الافلام. استنى النهارده انا بعشق الفيلم ده، بموت فيه. بترجع بتشوفي؟ بتفرج عليه وما بزهقش. انا في يعني مثلا في افلام لهلا انا برجع بشوفها مره ومرتين ثلاثه، بتحسي انه خلص انه هذا كتسلايتك. انا في افلام كتير قوي انجلش وعربي كمان، حتى مسلسلات. يعني انا في مسلسلات يعني في مسلسلات مثلا بكون شايفه برجع بشوف مقاطع منها او هي بتكون شدتني كثير. يعني هلا في مسلسل اسمه الحفره، شكر تركي، يعني بجنن. سمعتها. رفقاتي اجوا من سوريا، بقى انا شو عملت؟ حضرتهم اول حلقه. هلا كل نهار بيقعدوا بالبيت ما بيطلعوا، بيخلصوا مشاوير بالنهار بيقعدوا بالليل لازم يشوفوا حلقه من الحفره. هو كان الحلقه تقريبا ساعتين ونص. يعني فيلم.